من أسهل وأفضل المجالات اللي ممكن تبدأ فيها على الإنترنت النهاردة وتجيب أرباح آخر اليوم. هكلمك النهاردة على المجال اللي مفيش فيه خسارة نهائيا، دايما فيه أرباح طول ما انت شغال وبتشغل دماغك في المجال ده وبتديله كل اللي عندك من طاقة وعقلية وغيره من الحاجات السهلة اللي موجودة عندك، سهل ان انت تستثمرها في المجال ده. جاي اكلمك النهارده على طريقه بدا فيها اكتر من 90% من مبتدئي مجال العمل على الانترنت، يعني شباب زي الورد كده داخله تشتغل على الانترنت وتجيب ارباح زيك برضو. لو المجال ده قدام منهم بداوا فيه النهارده بداوا يدخلوا ارباح النهارده برضو، بعد شهر فيهم ناس بقوا اصحاب مشاريع ومشغلين تحت منهم شباب لسه بادئين زيك انت برضو. انا مش بقلل منك ولكن بديك الحافز اللي يخليك تشتغل، لان ممكن بعد شهر او اقل من كده بكتير تبقى انت صاحب مشروع برضه ومشغل تحت منك ناس تانية. فادي نفسك يعني الفكر وهيئ نفسك كده انك بعد مدة معينة هتنجح وتوصل لتارجت معين، التارجت ده هو اللي هيساعدك توصل لارباح محترمة. هكلمك على المجال اللي هيوصلك اقل حاجة $10 في الساعة، واقول لك ازاي $10 في الساعة في حلقة النهاردة، لان هديك اكتر من طريقة تساعدك تحترف المجال ده وتشتغل فيه بذكاء. فبعد اذنك لو انت مهتم بموضوع حلقة النهاردة ما تنسناش بدعمك باللايك والشير والكومنت. هعلمك ازاي تستغل وقتك الضايع على منصات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام وغيره، ازاي تستغله افضل استغلال، وبدل ما انت بتضيع وقت لا انت هتكسب فلوس مقابل الوقت اللي انت بتضيعه على التطبيقات اللي انا شايف ان ملهاش اي 60 لازمة. نبدأ على بركة الله بمحتوى حلقة النهاردة. بعد اذنكم اللي عجبوا المحتوى اللي عجبوا الفيديوهات الموجودة في القناة ما ينساش يدعمنا باللايك والشير والكومنت ويشترك في القناة فضلا وليس امرا، ونبدأ على بركة الله بالشرح العملي. يلا بينا. انا قلت موضوع حلقة النهاردة من اسهل المواضيع اللي هتشتغل عليها، فبعد اذنك يعني فتح لي دماغك كده وركز في كل كلمة هقولها، واي حاجة تقف قدام منك اكتبها تحت في الكومنتات وانا هرد عليها بكل صدر رحب. المهم هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا ومنتشر بشدة مؤخرا، الا وهو موضوع بيع المتابعين. ركز معايا وما تكفلش الفيديو وتطلع تجري وتقول ده اتهرس في مليون فيديو قبل كده، لا خالص، ركز في الكلام اللي انا جاي اقوله لك النهارده لانه كلام مهم جدا جدا جدا. المهم مواقع بيع المتابعين، سيرفرات بيع المتابعين كتيره جدا جدا في الوسط حاليا، والاغلبيه العظمى زي ما قلنا من مبتدئي مجال العمل على الانترنت بيشتغلوا في المجال ده كافيليت لناس عندها سيرفرات وبيجيبوا رتوش ارباح، ورغم انها رتوش ارباح او قشور ارباح الا انهم بيعملوا ارقام محترمه جدا جدا. جاي اكلمك النهارده عن واحد من ارخص المواقع اللي ممكن تستخدمها في بيع المتابعين او شراء المتابعين للحسابات الخاصه بيك. هكلمك النهارده وده اللي انت هتاخده مني بشكل مجاني برضه زي ما قلنا، ومعلومات كافيه ووافيه هتبداك او هتبدا في المجال ده بناء عليها. تقريبا 3 الى 4 مواضيع او 4 افكار تقدر ان انت تستغل الموقع اللي قدام منك ده انك تكسب منها ارباح محترمه جدا جدا. هنتكلم النهارده على موقع اسمه followbunnel.net، خلاص موقع سهل جدا جدا في التسجيل ويعني اسعاره رخيصه جدا جدا وتنافس اي موقع موجود حاليا في الوسط عامه، مع تنوع الخدمات اللي موجوده جوه منه، ده اللي يهمني انا ويهمك انت. تمام، هندوس كده على كلمه ساين اب من هنا، هنكتب هنا كده اليوزر نيم، وهنا كده نحط الايميل بتاعنا، وهنا نحط الباسورد، وهنا نكتب الباسورد مره ثانيه، ونعلم على اي ام نوت روبوت، وندوس كده على كلمه ساين اب من هنا. التسجيل سهل جدا جدا، هتفعل الايميل بتاعك وبعد كده تخش على لوحه التحكم الخاصه بيك من هنا ساين ان، هيدخلك على اللوحه بالشكل ده. تمام، اول حاجه انت محتاج تعملها قبل ما تشحن الرصيد حتى انك تشوف السيرفيسز اللي موجوده جوه الموقع او الخدمات اللي موجوده جوه الموقع اللي هتستخدمها في الربح من الانترنت، والكلام ده ما هواش كلام متعاد، لا ركز معايا بعد اذنك لان الكلام ده مهم جدا جدا. خلاص، عندنا اكتر من خدمه بتتقدم جوه الموقع، منها الانستجرام توب سيرفيسز. خلينا بس نرجع كده للنيو اوردر عشان بس ما نطولش في البحث. في التوب سيرفيسز للانستجرام، في الدايركت مسج، ودي طبعا يعني طريقه محترمه جدا جدا لو عرفت تستغلها هتجيب منها ارباح محترمه. انت ما معكش 2000 3000 دولار تشتري برنامج مدفوع من خلاله تبعت رسائل على الانستجرام لاكونتات موجوده عندك، او تسحب حتى الداتا، كل ده موجود في الموقع ده وباسعار رخيصه، اللي هي ايه؟ دايركت مسج. منها ان انت بتدي امر للموقع ده، بتدي له اليوزر نيم بتاع اي حد انت عايز تسحب الفولورز بتوعه،
وبتدي له محتوى الرساله والاكونت بتاعك وبيتبعت له رسائل من اكونتات مختلفه. يعني ايه؟ يعني حمله اعلانيه ممنهجه محترمه جدا جدا، ومن غير ما تعمل اعلانات على الانستجرام اللي موجود عندك ده. انا مثلا على سبيل المثال عايز استهدف الفولورز اللي عند محمد الريان لانهم مهتمين بنفس المجال بتاعي، بروح واخد الاكونت بتاع محمد الريان واروح جاي على الموقع ده في الانستجرام دايركت مسج وركز معايا، بيقول لك ايه هنا؟ الكلاينت بروفايل اور كلاينت بوست يور ال، انت عايز تروج لي او تبعت يعني في الرساله دي خلاص بوست ولا بروفايل. فانا اول حاجه مثلا البروفايل بتاعي، انا احط هنا كده لينك البروفايل بتاعي خلاص. التارجت بروفايلز، البروفايلات اللي انت عايز تبعت لها رسائل، هتقول طبعا انا معايا 1000 2000 رساله 3000 واحد 4000 10000 واحد، ازاي هقدر ان انا اسحب كل الكلام ده من غير ما ادفع فلوس؟ هقول لك ان الموقع بيقول لك ان هم بيسحبوا وي ويل سكراب يوزرز فروم ذم، فانت تحط له 10 من الناس المستهدفه منهم مثلا على سبيل المثال محمد الريان، انا عايز اليوزرز اللي عند محمد الريان، وهجيب 5 تاني 6 7 8 ايا كان شبه بالظبط محمد الريان في المحتوى عشان اخد الفولورز اللي عندهم تمام، والموقع ده هيعمل لي سكراب او هيسحب اليوزرز اللي عندهم وهيبعت لهم الرساله اللي هكتبها بعد كده عندك هنا الدي ام تكست خلاص. وادي مثال بسيط اهو، ده كده الاكونت نفسه خلاص، ودي كده الاكونتات اللي هيسحب منها اليوزرز خلاص، ودي كده الرساله. اقرا الكلام ده مهم جدا جدا قبل ما تعمل اي حاجه، لانك لازم تفهم اللي مكتوب هنا وتمشي عليه بالظبط قبل ما تطلب الطلب، لا اما يتلغي منك خلاص. عندك الانستغرام دايركت مسج ريد ديسكريبشن نون دروب، يعني ما بتتلغيش. اقل حاجه مليون رساله ل 4 مليون، طبعا عندنا هنا اقل حاجه 50000 رساله ل 100000 رساله، السعر 4 دولار و13 سنت، في عندنا بعد كده 3 دولار و18 سنت للكميات خلاص. فكل ما يكون عندك كميات اكتر كل ما يكون عندك الاسعار رخيصه، ودي طبعا انا شايف ان هي اسعار محترمه جدا جدا. عندك الباكجز خلاص، ودي كده باكج كامله اللي هو ايه، كومنتات على لايكات على فولورز على مش عارف ايه، كلام كتير جدا جدا موجود في باكج كامله، بدل ما تطلب حاجه واحده لكل حاجه لا، عندك كل حاجه موجوده في باكج كامله تطلبها مره واحده خلاص للاكونت اللي انت عايزه. نفس الكلام بقى في الكومنت وفي اللايك، وفي طبعا عندك اللايك هنا بوت او تارجتد او لايكس بير مينت ايا كان، موجود عندك هنا كل التفاصيل الخاصه بالطلبات اللي انت هتجيبها، والكلام ده اظن ان هو سهل وواضح جدا جدا ليكم. عندنا برضو هنا خلاص غير الفولورز غير الكلام ده، عندنا المنشنز. يعني ايه منشن؟ يعني هتعمل منشن لكميه اكونتات كبيره في او بوست عندك في البروفايل. مثلا انا عايز اجيب ناس مهتمه، طبعا هو بروفايل شخصي مش اكتر، فعايز اجيب ناس مهتمه بنيتش معين اخليها تعمل لي لايك او تعمل لايك للبروفايل بتاعي او ايا كان خلاص، تعمل فولو للبروفايل بتاعي تعمل لايك للبوست، فبعمل لهم منشن في البوست نفسه. طب انا مش هقدر اعمل منشن، فاعمل ايه؟ بخلي موقع يعمله لي تلقائي. اللي هو ازاي؟ عندك هنا ال1000 منشن ب 73 سنت اللي هو ارخص سعر موجود حاليا في السوق، مفيش ارخص من كده، زائد ان الموقع ده بيسحب لك الفولورز، يعني انت مش هتسحب بايدك، لا الموقع اللي بيسحب بنفسه. معايا هنا مثلا في اول واحده بيقول لك يا باشا ان يعني اللينك، حط لينك البوست اللي انت عايز اي حد يعمل لك عليه منشن، عايز المنشن تبقى عليه، هتحط هنا لينك البوست بتاعك خلاص. الكوانتيتي انت عايز قد ايه؟ اقل حاجه طبعا 10000، اعلى حاجه 100000، هتحط انت هنا الرقم اللي انت عايزه. اليوزر نيم هتحط يوزر نيم لبروفايل واحد خلاص، الموقع ده هيسحب الفولورز اللي موجودين في البروفايل ده ويعمل لهم منشن عندك انت، يعني بشكل تلقائي، مش هقول لك روح حمل اداه او حمل برنامج او اشترك في مش عارف في خدمه ايه هتجيب لك الفولورز دول بشكل مدفوع او يعني بعدد ليميت معين، لا خالص، حط هنا كده اليوزر نيم وهم هيسحبوا خلاص، هيسحبوا الفولورز دول ويعملوا لك منشن بيهم في الاكونت بتاعك زي ما انتم شايفين كده بالارقام دي خلاص. في عندك حد ادنى او حد اقصى 100000 او 300000، وعندك هنا الكاستم ليست، يعني لو انت عندك ليست كامله فيها فولورز معينين او فيها مثلا يوزر نيمز معينه هتحطها هنا كده واحد في كل لاين في كل خط، وتكتب هنا طبعا اللينك بتاعك لينك البوست نفسه والكوانتيتي الكميه اللي انت عايزها، هيطلع لك السعر هنا، دوس كده على كلمه سبميت وخلصنا. ده انت كده ايه يا باشا؟ بتطلب انستجرام منشنز ليه بوست موجود عندك، ايا كان بقى الفولورز هتجيبهم منين، الكلام ده كله سهل وبسيط خلاص. نرجع نكمل بس نخش في حاجه مهمه، هي الاد فاندز او شحن الحساب الخاص بيك في الموقع.
تمام. عندنا هنا البيرفكت ماني، وعندنا الباي بال، وعندنا فودافون كاش للمصريين. ممكن عشان تطلب فودافون كاش تكلمهم، تطلب كده في التيكتس، خش كده على التيكتس من هنا واعمل تيكت الدفع بواسطه فودافون كاش، وكلمهم من هنا وقول لهم انا عايز رقم الموبايل بتاعكم عشان ابعت عليه المبلغ المطلوب على فودافون كاش، والمبلغ هيبقى قد ايه ومش عارف ايه، تفاصيل كامله تطلبها في التيكت من هنا عشان تقدر ان انت يعني تشحن حسابك بفودافون كاش مش ببال. لو ببال او اي طريقه تاني خلاص الموضوع سهل، بتختار من هنا كده مثلا باي بال، تكتب مثلا 10 دولار، تدوس كده على كلمه باي، هيوديك على الباي بال، تدفع ترجع تلاقي حسابك ايه اتشحن بيه ال 10 دولار، تشتغل بيها وتطلب بيها زي ما انت عايز خدمات موجوده قدام منك في الموقع. في كمان يعني دي كده ميزه اضافيه خدتها من صاحب الموقع، ان اي حد عنده بروفايل في الفيسبوك او بروفايل في الانستجرام او تويتر او قناه فيها عدد فولورز محترم، ممكن ينزل بوست للموقع نفسه وياخد مبلغ معين متفق عليه من صاحب الموقع. فلو انت عندك الموضوع ده خش كلمهم على التيكتس، سجل وخش كده في التيكتس وقول لهم ان انت عندك اكاونت في اي منصه وعايز تعمل بوست مدفوع للمنصه دي عندك انت في البروفايل بتاعك وتاخد ثمنه. خلاص خش كلمهم واتفق معاهم، الموضوع ده مش موضوعنا دلوقتي، انا بس قلت لك وحبيت ايه اوضح لك الموضوع ده بشكل بسيط. المهم نرجع بقى لموضوعنا المهم، هنكسب ازاي يا عم ريان؟ اول طريقه، والطريقه انت داخل عليها اصلا او اللي عرفتها من المقدمه وكملت الفيديو للاخر، الا وهي بيع المتابعين او بيع التفاعلات او ايا كان. لان انت من الموقع ده بتشتري، عندك خدمات انستجرام كتيره، عندك خدمات فيسبوك كتيره، عندك يوتيوب، عندك طبعا في اليوتيوب هنا في تفعيل قنوات اليوتيوب اللي هو يجيب لك سبسكرايبرز ويجيب لك الواتش تايم، موجود طبعا عندك هنا. خلاص كل دي كده خدمات للسبسكرايبرز باسعار متفاوته. خلاص وعندك الواتش تايم هنا نفس الكلام اللي هي ساعات المشاهده باسعار برضه متفاوته. خلاص واقرا الخدمات دي او اقرا الديسكريبشن ده كويس جدا جدا، لان في الوصف اللي انت هتتبعه في العمل على الطريقه دي. خلاص عندنا بعد كده التيك توك، خدمات التيك توك، وعندك خدمات تويتر، وعندك سبوتيفاي، وعندك تويتش وتليجرام وغيرها من الحاجات التانيه اللي انت ممكن تشتغل عليها او الخدمات اللي انت ممكن تقدمها زي كده. تمام، في عندنا هنا ترافيك للويب سايتس، موجود في تمبلر، في تيدل، في تريب ادفايزر، في سناب شات، في شازام، في كتير جدا 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 من الخدمات اللي انت ممكن تعرضها للبيع. هتقول لي اعرضها للبيع فين؟ انا يا ريان مش عايز الف وادور. اقول لك الموضوع سهل والله، لو دخلت كده على يعني الفيسبوك عندك ونزلت بوست هتلاقي ناس مهتمه، دخلت على جروبات ونزلت بوستات هتلاقي ناس مهتمه، جروبات التسويق ماليه الدنيا هتخش عليها وهتنزل بوستات وانا بقول لك هتلاقي ناس مهتمه. الموضوع يرجع لاسعارك انت، هامش الربح بتاعك انت، وما تقوليش انت بتضايق عليا الخناق، لا خالص الموضوع سهل لو انت حابب تشتغل فعلا. لو مش حابب تشتغل فانت هتضايقها على نفسك، هتقول لا يا عم الموضوع صعب مش هعرف الف، عايز راس مال كبير، عايز مش عارف ايه، هتطلع لنفسك مشاكل. انما لو عايز تشتغل هتشتغل من غير كلام، من غير ما تفكر اصلا، هتلاقي نفسك كده شغال يدويا، وانا بقول لك ارباحه محترمه. يعني مثلا على سبيل المثال الواتش تايم الساعه تقريبا بال 1000 اللي هي الساعه يعني ب 7.56 سنت، ممكن انت تبيعها ب 8.5 دولار، يبقى انت كسبان كده تقريبا 1 دولار. كسبان 1 دولار فرق على كل 1000 ساعه مشاهده. عندك برضو نفس الكلام في الحاجات العاليه اللي هي اللايكس مثلا للانستجرام، سعرها كام؟ 9 سنت، تقريبا 75 قرش. 75 قرش لل 1000 لايك، ممكن انت تزودها تخليها 1 دولار او 2 دولار ايا كان السعر اللي انت هتجيبه، وهتشتغل وهتبيع. انا بقول لك هتشتغل وهتبيع لان متاكد من الكلام ده مليون في الميه. خلاص ودي كده اول طريقه واسهل طريقه ممكن تشتغل بيها واللي بتجيب ارباح وقتيا. يعني الفلوس اللي بتدفعها بتلاقي المقابل بتاعها مباشرة، لأنك بتاخد، ركز معايا، بتجيب عميل بتاخد منه الفلوس وبتبدأ تطلب له، يعني أنت بتدفع من فلوسه، خلص الكلام، أو تدفع من جيبك وأنت في جيبك برضه أرباح تانية واخدها من صاحب الموقع ده. فأنت هنا مش خسران، مفيش خسارة أصلا، لأنك ما بتطلبش لحد إلا لما تاخد فلوس. أظن كده الموضوع سهل وبسيط وسهل جدا جدا أي حد يشتغل عليه. تمام، خلصنا من أول طريقة. تاني طريقة ودي اللي أنا بفضلها بعيدا عن الطريقه الاولانيه، الا وهي تكبير الحسابات. انت بتعمل اكونت خلاص في نيتش معين، وهينزل لكم حلقه ان شاء الله بتتكلم عن الموضوع ده بشكل مفصل، صورتها ورفعتها على القناه، هتنزل بعد الحلقه دي حاجه كده يعني ممتازه جدا جدا هتعجبكم انا عارف. خلاص المهم بنكبر اكونت انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، ايا كان، بنشتري له تفاعل، ارقام. هتقول لي الارقام دي وهميه يا ريان، هقول لك في الانترنت الارقام هي اللي بتتكلم، على النت اي حاجه الارقام هي اللي بتتكلم. لما الاقي اكونت قدام مني في مليون متابع والبوست عنده بيجيب 1000 2000 3000 انا هيبقى بالنسبه لي منبهر. ليه بقى؟ لان انت لو دخلت على اي اكونت دلوقتي على الانستجرام بتاع شركه بتاع اي حد
عنده مليون 2 مليون 3 مليون، خلاص طبعا مش اي حد مشهور زي لعيبه الكوره او الممثلين، لا احنا بنتكلم اشخاص عاديين تمام. وجيت تبص على عدد اللايكات اللي عندهم هتلاقي عدد اللايكات ضئيل، يعني عنده مليون متابع وبيجيب 20000 لايك. هتقولي طب باقي المليون راحوا فين؟ هقول لك باقي المليون ارقام وهميه زي اللي انت شايفها قدام منك دي، خلاص ارقام وهميه. فهنا كده الارقام بتتكلم، مش شرط لما يكون عندك 100000 متابع يبقى لازم انت تجيب 100000 كومنت او 100000 لايك، لا خالص مش شرط نهائي. الشركات ما بتبصش لكده، بتبص ان انت عندك تفاعل على الاكونت بتاعك وعندك عدد متابعين وخلص الكلام وليك اسم محترم. فانت تشتغل على الموضوع ده، هتكبر الاكونت بتاعك بالتفاعل في الفولورز واللايكات والكومنتات، باكجات كامله يعني خلاص من الموقع ده، لان في باكجات محترمه جدا جدا هنا. ادي يا باشا الباكج، خلاص انا عايز بس اجيب لك كده موضوع الباكج ده. خلاص دورنا كده على الباكج. طيب غالبا انتوا دوروا عشان بس وقت الحلقه ما يطولش مننا، خلاص هتلاقوا كتير عندك هنا باكجز، بيج باكج خلاص، وجوه منها كل دي كده باكجات، خلاص باكجات للانستغرام سواء كان فولورز او فوق كده هتلاقي برضو عندك هنا كده الباكجز انجيجمنت، خلاص تفاعل نفس الكلام. هتلاقي باكجز لاكتر من حاجه ممكن تشتغل عليها وهتجيب منها ارباح محترمه وانا متاكد من كده. ده كده كان مقدمه للي جاي ان شاء الله في الايام اللي جايه، لان الايام اللي جايه هيبقى فيها محتوى محترم جدا جدا مختص بتكبير الاكونتات وبيعها او العمل عليها. وكان معاكم محمد الريان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.